عندنا في الطيبة لا يخفى على أحد إنه الوضع في الطيبة من سيء إلى أسوأ. ما في حدا مات من القاعدة في الدار. إحنا يعني في الأيام العادية الحياة هي شيء مقدس، فما بالكم في الأوضاع الحالية اللي قلبوا على البلد، أهل البلد بدها تحافظ على البلد، بده كل واحد فينا يلتزم. ما بنفع إنه إحنا اليوم بنضر حالنا لأسباب اللي هي مش ضرورية. بمناسبة رمضان والشعائر الدينية مش غلط، الصلاة والعبادة ممكن تتم في أي محل. ربنا وصانا على سابع جار، ربنا وصانا على العيلة، فتعالوا كلنا إن نحافظ على أنفسنا ونحافظ على العيلة.